تقدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان، حلقة جديدة ومميزة بعنوان كيفية الاستعداد لصوم الميلاد. وقد استضاف البرنامج الأب جوزيف السويد الوكيل البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن الذي تحدث عن الميلاد وكيفية التحضير له في زمن المجيء لهدف الوصول إلى رسالة السينودوس، داعين الكهنة والمؤمنين إلى المحافظة على ذخائر القديسين والرسل، فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأخت سناء سماوي من راهبات الفرنسيسكان ومع الأب فرح حجازين راعي كنيسة اللاتين في رميمين، حيث قال إن احتفالنا بعيد الميلاد يجب أن يكون بقلوبنا وليس فقط بأفواهنا. فإلى هناك. أنا بقول على الكاهن أو الكهنة الموجودين بالمملكة، إخوتي كلهم سوا، أنا وهني ونحنا مع بعض، مع المجالس اللي بسمون لجان الوقف والمجالس الرعوية والحركات الرسولية والكشافة وكل هيدا الطاقم الذي يحيط بالكاهن. نعم. وحتى دوركم أنتو كإعلاميين وخاصة كتلفزيون مسيحي، نحن مسؤولين على أنه نضخ رجاء وحب وأمل ونقاء ويمكن حتى صفاء بقلوب الناس وبأفئدتهم، لحتى نقول لهم ميلاد السنة لازم يشبه الميلاد اللي أنتوا بتحبوا. وأنا بتقول لهم للعالم شاركونا، بتقول لهم للعالم حبين تغيروا تلونوا حياتكم، بدكن تكونوا عايشين حالة الفرح، تفضلوا تركوا بيوتكن. إجا الوقت، يعني بعرف زمن كورونا حبستنا، إجا الوقت نطلع على الناس، على العالم، على المساحات. حلو. نعبيها بفرح ميلاد يسوع، التجسد والتجسم الله، كان إذا بدي سميه في عليائه، ما بدي أقول السماء فوق الغيوم، مش هيدي القصة. نعم. بيوم من الأيام ربنا في ملء الزمن، بيقول الرسالة إلى العبرانيين، الله مثل كأنه في قرار أنه يخلي ذاته، ياخذ صورتنا، صورة طبعنا البشري، يلبس إنسانيتنا حتى يحول هالإنسانية الترابية، الإنسان الترابي، إلى يرجع يعطيه نفحة إلهية، الصورة اللي فقدها بالجنة أو بالفردوس. حلو. من هالمنطلق أنا بقول تسعوية الميلاد أو صوم الميلادي، أو يمكن أنا عملت هلأ شغلة رتبة بسميها درب الميلاد. حلو. يعني بالكنيسة المارونية دكتور يمكن تختلف عن الرزنامة اللاتينية والكاثوليكية والأرثوذكسية، كل واحد عنده ميزة. نعم. الميزة تبع الكنيسة المارونية أنه بتبلش تقديس وتجديد البيعة اللي احتفلنا فيه الأحد. نعم. بعدين بنروح على 6 أسابيع كتير حلوين، بشارة زكريا، بشارة العذراء، زيارة العذراء لنسبة إليصابات، ولادة يوحنا، هيدول محطات مهمة. نرجع البيان ليوسف أنه بالحبل الإلهي ما تخاف تاخد مريم، أحد النسبة، عيد الميلاد. ومن وراء بيجي أيام كتير مهمة، مقتل أطفال بيت لحم إلى ما هنالك، والتقدمة يسوع إلى الهيكل. بس هيدا الزمن الميلادي زمن البشارات المفرحة. أنا بقول لهم ابتدى ابتداء من هذا الأحد اللي جاي البشارات المفرحة. بشارة لزكريا بمولود رح يكون، يا عم كيف يكون هذا، امرأتي طاعنة بالسن، هي عاقر، ما بتجي، إجا وقت الله، هلأ الله بده يحكي. فشو رأيهم أهل المملكة وإنت وأنا وكلنا سوا نقول خلص خلص فزع، خوف، تردد، يمكن هيك إنه شو رح يكون ووباء، تعوا نقول في شيء بده يخرقنا، في شيء بده يحتلنا بهذا الزمن، زمن البشارات المفرحة. فينا نكون نكدين، فينا نكون هيك عيوننا عابسة وراسنا مشربة، قولهم على الأردني كشرين كشرين، وفينا نروح على زمن البشارات. تفضلوا، قديش في بازارات، قديش أنتوا عاملين نشاطات، قديش نحن عاملين مثلا معرض الميلاد من 2 إلى 5 شهر. تنقول شو كل هيدول تتقلنا في زمن الفرح، في زمن بشارات بدأ تخرق هيدا الواقع الأليم اللي كنا عايشين فيه خلال هالسنتين اللي مرقوا، وبدنا نقول قادرين نختم، تعالى واختمنا على جباهنا فنعرف أن شعب المحبة، شعب الرجاء، شعب الإيمان، شعب اللي بده يعمل حالة فارقة وخارقة بهالزمن الملتوي، هالزمن اللي بائس، هالزمن التاعس اللي عم نعيشه، هالزمن اللي بيقولوا لنا الصين مع أمريكا مدري شو بده يصير، عم نحضر لحروب. يا خيي حضروا أنتو، عندكم رزنمتكن وعندكم أجندتكن، ونحن عندنا أجندة تانية. أنا عندي أجندة تانية. حلو. إذا بدكم تعرفوا شو هي اتفضلوا اتصلوا فينا، كونوا معنا، رافقونا تتعرفوا أجندتنا قديش عن جد بدها تلون حياتكم. وأنا بقول نحن جاهزين، بدنا نتعرف معكم
مع المشاهدين على شخصيات المغارة برموز الأشياء اللي عن جد منقول الجيرلاند، منقول البول، منقول الحيوانات، منقول الألوان، منقول تعوا نتعرف عليهم، تعوا يصير عنا نكهة جديدة بحياتنا المسيحية ونعمل سينودوس سوا، نمشي صوب. أول شيء بدنا نمشي صوب المغارة، بعدين بدي أمشي هذا السينودوس اللي نعم سألتيني عنه صوب المغارة ونتعرف على كل شيء يحيط بهيدي المغارة. بعدين من المغارة بدنا نروح على الدنح، بدنا نمشي دروب نهر الأردن. نعم. منا بدنا نروح على الصحراء، بدنا نمشي دروب الصحراء تنمشي عن جد الصوم، وكيف منعيش الصوم وشو أجمل ألوان الصوم وليش الصوم هو زمن مفرح. بعدين بدنا نروح على أسبوع ألام، واللي لولاه ما كان في القيامة وما اجت يمكن ضجة القيامة والاختراق الرهيب اللي عمله ربنا. من بعد زمن القيامة بدنا نروح على زمن العنصرة تنكون رسل. فهيدا السينودس اللي عم بيدعينا قداسة البابا لإله مع الكنائس كلها سوا، واللي احتفلنا فيها واللي افتتحناها كل كنيسنا اللاتينية والكاثوليكية والمارونية افتتحت هالسنة السينودال، يعني اللي نمشي معا. عم نمشي دروب شو؟ عم نمشي كل واحد على طريقته؟ لا، يا ريت منتحد كلنا سوا أرثوذكس وكاثوليك ولاتين وكل الكنائس تنمشي سوا صوب مغارة البيت لحم، ومنا نعم إلى الجلجلة، ومنا إلى دروب المملكة السماء. ونحن هون عنا فرصة حلوة دكتور، أنا نعم بحب أقولها على عبر برنامجك، نحن فضل بمملكة. نعم نحن بمملكة الأردنية الهاشمية، ولكن هيدي المملكة بدها تعطينا طعمة المملكة اللي نحن كلنا سوا إسلام ومسيحيين ماشيين عليها، وإلا شو جايين نعمل؟ نقطع وقت، نقطف ورد، شمامين هوا، أو مش هيدي. نحن من المملكة بدنا ندل الناس على المملكة اللي السماوية اسمها مملكة الآب. حلقتنا اليوم عن الميلاد، ودخلنا في أجواء الميلاد، كيف الإنسان المؤمن بتحضر للميلاد بضمن رسالة السينودوس اللي أعلنوا قداسة البابا لعام 2023. فإحنا بهذه المسيرة، مسيرة التحضير لكي نصل إلى السينودوس زي ما بقولوا القمة سنة 23. تفضل أبونا. على كل حال احنا بنلاحظ على انه الكنيسة الشرقية تستعد للاحتفال بالميلاد نعم بدخولها في الصيام، وان شاء الله بيكون صيام مبارك ومقدس على الجميع. وكذلك أبونا الكنيسة الغربية بعد اسبوعين تبدأ الاستعداد للميلاد بزمن المجيء. وبنلاحظ ايضا انه حتى اليهود نفسهم كانوا يستعدوا لمجيء المسيح، ولكن للأسف كانوا حاطين مقاييس خاصة فيهم، فإجا المسيح بخلاف ما كانوا حسب المقاييس اللي حطوها، ولا للسبب لم يتعرفوا عليه. وبالقاف أنه بعض المسيحيين أيضا يستعدوا للميلاد، يجي المسيح ولا يتعرفون عليه، لأن بكون عندهم نظرة خاصة فيهم، وليس كما يريد السيد المسيح أن يأتي، ولكنهم يريدون أن يأتي بحسب مقاييسهم الخاصة. لذلك حديثنا راح يكون في نقطتين. النقطة الأولى المسيح الذي كان ينتظره اليهود وكيف جاءهم السيد المسيح. ثانيا المسيح الذي ينتظره مسيحي اليوم وكيف يأتيهم السيد المسيح. إذا النقطة الأولى المسيح الذي ينتظر اليهود وكيف جاءهم السيد المسيح. على زمن السيد المسيح كان انتظار المسيح على أشده. المرأة السامرية تقول لأهل قريتها بعد حديثها مع يسوع: ألموا فانظر رجلا ذكر لي كل شيء فعل، فلعله المسيح. وهو اندراوس يقول لأخيه بطرس: لقد وجدنا مسيح، أي المسيح. كذلك قال اليهود بعد أن سمعوا يسوع يتكلم في عيد المظال: هذا هو النبي حقا. وقال غيرهم: هذا هو المسيح. فالجميع كان ينتظر مسيحا دنيويا يرسله الله ليعيد الميت والعظم لإسرائيل. إذا نرى الشعب بعد أن صنع يسوع جوبة تكثير الخبز على الشاطئ بحيرة الطبرية يحاولون اختطاف يسوع ليقيموه ملكا دنيويا عليهم، فابتعد عنهم يسوع وعاد وحده إلى الجبل. كذلك القديس بطرس كان ينتظر مسيحا دنيويا جبارا لا يعرف الألم ولا الهزيمة. إذ عندما سمع يسوع يقول أنه سيتألم ويموت قال: حاش لك يا رب من هذا المصير. فعنفه يسوع قائلا: سر خلفي يا شيطان، لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار البشر. كذلك نرى التلاميذ يطرحون السؤال على يسوع: يا رب متى ترد الملك لإسرائيل؟ وابناء زبدة يرسلان أمهما للحصول على المكان الأول والثاني في مملكة يسوع الأرضية، أن يجلس أحدهما عن يمينه
والآخر عن يساره، وهذا ما جعل العلماء والكهنة والفريسيون لا يحركون ساكنا عندما علموا أن يسوع قد ولد طفلا صغيرا ضعيفا في مغارة بيت لحم، إذ ليس هذا هو المسيح الذي كانوا يريدونهم. أما يسوع فقد جاءهم بعكس ما كانوا ينتظرون، فقد أراد أن يعلم شعبه ومعهم تلاميذه حقيقتين: الحقيقة الأولى بأنه هو فعلا المسيح، هذا ما قاله للمرأة السامرية التي قالت لهم أني أعلم أن المسيح آتٍ، فأجابها: أنا هو الذي أكلمك. وكذلك أثنى على جواب بطرس لسؤال يسوع: من أنا؟ أجاب بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع: طوبى لك يا سمعان بن يونا. كذلك أمام رئيس الكهنة الذي سأل يسوع: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا أنت المسيح؟ أجابه يسوع: أنت قلت. وقد برهن يسوع عن هذه الحقيقة بأعماله مثل العجائب وغفران الخطايا ونبوءاته وتعاليمه وبشخصه.